يوم نوري يوم نوري يوم النور يوم النور ها اليوم يوم النور يلا عيننا اليوم يوم النور يلا عيننا بسم الله الرحمن هذا حالنا أوضعنا في خير والعليا شعير بسم الله الرحمن نشرح حالنا أوضعنا في خير والعليا شعير اليوم يوم النور يلا عيننا كم يا مشاكل يا جماعة عندنا وام المشاكل كلها أزمة ضمير كم يا مشاكل يا جماعة عندنا وام المشاكل كلها أزمة ضمير اليوم يوم النور يلا عيننا يكفي مشاكل خارج وداخل لازم نواصل إصلاحها لازم نساهم في الخير دايم شد العزايم يا أخواننا اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعد بعده وبعد بعده يوم النور يوم النور ها بيني وبينك يا صادق الشغل هذا قتله قتلنا نفسنا قتله والله صاحبي انه خبرك صدق من الصبح لا مغرب وانت تشتغل لما يكتثر ظهرك وبالاخر ما تحصلش وقت حتى ترتاح ما عاد بنحصلش وقت نفكر ما التفكير يا صاحبي طول اليوم وانا افكر باش بتفكر فكر بالملاعق والكوريك والمجرفه افكر بعقلي مالك يا ابراهيم يا محترم انا دايما بفكر بعقلك نقول لك ما هو الموضوع اللي بتفكر فيه ها الموضوع انه انا وانت ما نفكرش نشتغل ليش عيد العمال؟ ايش من عمال؟ افكر انا وانت نروح ندور لنا عمل باي شركه باي مصنع. والله بيني وبينك انا موافق اذا هم موافقين. من هم اللي يوافقون؟ الشركات والمصانع. ما هذا ما تهمش، ما هو مكتوب لنا شنشله. خير يعلم الله احنا اجل مقاول. ادوه العيش والملح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا عوي. الله يعين الجميع. رشيت ولا اصبه؟ ايوه خلصنا. شوفوا غدا عن فك السطح تمام واليوم قدوا اخر عمل لكم يعني ما نجيش بكره اذا احتجتكم او كذا بتصل لكم تمام حاضر الحساب الاول وافي كامل وافي كامل خلاص معاكم الحساب اليوم اخر يوم واحد اثنين ثلاثه تفضل يا اخي اي خدمات اي اوامر تحتاجوا حاجه تسلم يا شيخ تسلم الله يعينك موفقون يا ابراهيم والله ما شاء الله هذا شكل حسام يا ابراهيم مال بطونك يا رجال اقسم بالله العظيم انه قد واحد عيني ثلاثة مثل اربعية مونة بين اجي لحدك تتلاتي هذا يا اخي ناهي خمسة الف عاد تشغني وبستقل بالخمسة الف فين ايش كم هذا الابيع يا مثالك خلاص انا شديها لك تمام انا داري قد المقاول جاي الحين وتالك صارت داري انا بتراقب المقاول لو ما دخل انت ثلاثي وفطور بطنك اي وانت 3000 بس انا محتاج لها 3000 يعني الحين بين 3000 ثلاثية انا مخطي ها اعوذ بالله من الشيطان والله باطر فيك ها هذا 3000 اللي انت ثلاثة باقي 2000 انا شتيها لك الالفين هذا لا تشغنيش الله الله احنا عايزين تديها سي مشاور ثانية من قال لي انا استاهل عند ما تدينت منك انا قلت والفتين منك انا مجال عادي بدون ما تدخل لغه الاغلى يجي بعدك كل يوم الاسود قلت القرش الابيض حقي قالي الولف او المريدين ما ادري ايش تدين يا ابراهيم يا اخي احتجت ليش انت ما بتدين وش الناس الا يدينوا بس انت واصل وانت هكذا دائما ليش قوم قوم نروح لين قد قال لنا خلاص ما عرفش عمل يلا بالزلكوت وامشي
مالك ابراهيم الرايح؟ العزبه. عزبه ايش؟ نسيت ان الرجال طردنا؟ اوه صح. هيا انا شاروح اصلي واروح الفندق. نختان وانت انا شو اصلي لكم؟ يلا هي هي. يوم النور يوم النور ها يوم النور يوم النور ها. اوه فازع فازع. مالك؟ مالي؟ بالله عليك 2000 ريال يوميا للفندق اللي نشتغل به عند الناس، نجيبه للفندق وايش بنحصل بعد؟ يا اخي سهل لما نحصل لنا غرفه. ايوه سهل، لانه انا اللي ندفع. دحين لا تمش علي. ما منش عليك يا ابراهيم، معنا قليل بياس اشتزلق، بعد نروح نشحات. خلاص وده ستينا بكره ان احنا نلف على الشركات والمصانع ونوزع الملفات حقنا وندور لنا غرفه. على الله نحصل شو. ما يزعل اخي. آه يا إبراهيم آه آه لو يقبلونا بواحدة من الشركات اللي رحناها اليوم الله بتحتل كل مشاكلنا. والله أنك صادق يا فازع، ونبدأ نبني مستقبلنا ونحس إن دراستنا وتعبنا ما رح شبأ منظورة. يا رجال ما تهمش، بورب اسمه الكريم. أكيد الله كريم. اتصال بعد إذنك يا إبراهيم. بداية الخير يا إبراهيم، بداية الخير. ألو. أيوة أيوة. وعليكم السلام. أيوة فازع. ليش؟ حاضر من عيني، لو تشتينا الساعة 6 بكون عند باب الشركة. ولا يهمك يا أستاذ. مع السلامة. مع السلامة. يا إبراهيم خلاص ودعنا أيام الشقاء، لا أطلع النيش ولا نزل الكري ولا دور المسامير، خلاص يا إبراهيم. إبراهيم؟ مالك يا إبراهيم حزين؟ مالك يا إبراهيم؟ مثل ما اتصلوا ليش اتصلوا لك؟ بعدهم يبدأوا بالأبجدية، فازع بعدين إبراهيم. إبراهيم هذا عندي. أيوة وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة أيوة معك الأستاذ فازع، حياك الله يا أخي. كيف؟ لا لا العفو منك يا أخي، أنا قد اتصلوا لي شركة التكنولوجيا وبكرة بوقع العقد معاهم. معذرة يا أخي معذرة. مع السلامة يا أخي العزيز. مع السلامة. هي يا فازع هي، كل الناس يدوروك فضحين، رحم الله يوم الخلطة. إبراهيم إبراهيم والله أنك إنسان أناني بتحب نفسك وما يقدعش فيك العشوان منه. ليش يا أخي أناني؟ إيش عملت بك؟ يا أخي أقل شيء يقول معي صاحبي عاد من غير وظيفة. أوه هذه فاتتني يا إبراهيم، معذرة. الآن أتصل دور رقمها. أها أها. ألو السلام عليكم. يا أخي لو سمحت بس معي صاحبي عادوا بدون وظيفة. تخصصه؟ أيوة أيوة التخصص تسويق. ماشيش تسويق؟ مهندس شبكات. ها خير إن شاء الله يا أخي. مع السلامة. مع السلامة. مالك كيف يا إبراهيم؟ لما سبرش الاتصال هذا إن شاء الله يصبر اتصال ثاني. ولا تزعل يا إبراهيم، زعل نفسك حبيبي إبراهيم. مالك يا أخي لا تزعج نفسك، بيتصلوا لك يعني بيتصلوا لك، خلي أملك بالله. إبراهيم إبراهيم تلفون برين. والله نصد ألو. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة معك إبراهيم. مبلا نسيت مكتب التخصص، كنت مستعجل. تسويق اشتري شبكات. هذا يوم النور يوم النور ها. إبراهيم إبراهيم مالك يا أخي؟ صلى على رسول الله. مالك حزين؟ إذا ما سبرش الاتصال هذا شسبر الاتصال الثاني. ومالك إلا نبكر نلف الشركات كلهن وأدور لك شغل من السماء ولا من الأرض، بس ما تزعل نفسك يا صاحبي. ولا نسير ولا نجي هذا. أنا قدر متعود طول عمري هكذا مبهذل منحوس، إيش دي كلها نكد كلها ديون، حصل فلوس واسدد الدينان.
حصل فلوس وسدد ديون. يعني عيشة كلها ضباح ونكد وتعاسة، ما نشتري ما هو السر. يا أخي صلى على رسول الله، مش لهذه الدرجة، أعضب الشيطان يا أخي. ما فيش فائدة يا أخي فازع. إلا في فائدة يا إبراهيم، بس خلينا أتصل للوالدة وأبشر إن أنا توظفت بالشركة وبعد المال. سامحيني أنا أعذب شوي. ما هو أنا محلوط، أموري كلها محلوطين، أنا مديون للناس يما. دعي لي يمك الله يما. أبي ما أنا ما عنديش مازي تعصي الله يما، الله يحفظك، سلي على أبي وأخوتي يما. يلا مع السلامة. إبراهيم الآن ابشر بخير يا إبراهيم. يوم نوري يوم نوري يوم النور يوم النور ها اليوم يوم النور يلا عيننا يوم النور يلا عيننا
بسم الله الرحمن هذا حالنا أوضعنا في خير والعليا شعير. بسم الله الرحمن نشرح حالنا أوضعنا في خير والعليا شعير. اليوم يوم النور يما عيننا. كم 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 يا مشاكل يا جماعة عندنا وام المشاكل كلها أزمة ضمير. كم يا مشاكل يا جماعة عندنا وام المشاكل كلها أزمة ضمير. يكفي مشاكل خارج وداخل لازم نواصل إصلاحها لازم نساهم في الخير دايم شد العزايم يا أخواننا اليوم وبكرة وبعد بكرة وبعد بعده وبعد بعده يوم النور يوم النور.